كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم بالفيديو جديد، وفيديو لليوم حنرسم على الزجاج، وأني أول مرة عم برسم على الزجاج لأنه وحابة أشارك معكم هاي الفيديو، وحنشوف كيف حيطلع الرسمة. وحنستعمل ألوان أكريليك وبينتينج براش، يعني حنستعمل براش. وقبل ما راح نبلش بالفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا في القناة لحتى يصلكم كل جديد يعني نزلوا في القناة، وبس خلينا نبلش.